للبني آدم صورة معينة لازم يمشي عليها. أكيد طبعا. يعني المفروض إن كل بني آدم يرسم حلو بنفسه. عملتي ايه بعد كده بقى يا نورهان؟ كان عندي أمل نفسي في كلية صيدلة وما دخلتش كلية صيدلة، وطبعا أخدت وقت اكتئابي وتمام التمام يعني، بس ما استسلمتش. درست هندسة نظم ما شاء الله. وخلصت واخدت كورسات في الجامعة الأمريكية واتخرجت منها، وحاليا غيرت خالص واخدت منحة في التصميم والتنفيذ ما شاء الله. ومنحة في التصميم والديكور ما شاء الله. ويب ديزاين. عرفتي ايه بقى انا جبتك معايا النهارده؟ عشان كنت مصممه على كده لما شفت في الجروب اصرارك، شفت ان انت احسن واحده متميزه في كل ده. انا عايزه اقول لك حاجه، طبعا بما انك في منطقه برضو يعني بحس ان هي ريفيه شويه، انت من كفر من كفر الشيخ الشيء صح؟ عايزه اقول لك بقى واسالك، مين اكتر حد شجعك في الموضوع ده؟ هو طبعا والدي يعني كان داعم ليا في كل حاجه، ما ترددش لحظه انه يخليني اسافر ادرس بره اروح اي مكان. يعني ممكن برضو الاهل والبيئه ممكن تاثر على ان البني ادم يحقق احلامه، لا أكيد هو ما طبعا. بيترددش في حاجه زي دي نهائي. يعني هو كان ده اكتر داعم ليا في اي حاجه، والدي. أكيد طبعا، هو الأب لازم بيكون السند في كل لا، حاجة، واصحابي واهلي وخطيبي واهله كل ده كله هنوجه لهم الشهر بس الشكر بس في الآخر. ان شاء الله. قولي لي بقى، عايزة أسألك على حاجة تانية مهمة جدا، إيه المشاكل اللي قابلتك في كل المواضيع دي؟ وأكيد قدرتي تخطيها، بس إزاي؟ اكتر مشكله ممكن تواجه حد طالع من فتره زي الثانويه هي الكلام السلبي والمجتمع بتاعنا، هو المجتمع، مفيش حاجه بعد. هو ممكن بقى ظروف ماديه او بيئه والكلام ده، بس دي حاجه ظرف تاني، لكن اول حاجه هو المجتمع اللي هو ماشي، بس لما انت درستي ما كل جبتش الحاجات دي اكيد برضو واجهتك مشاكل. احيانا طبعا بفتكر يعني ممكن في لحظه احس ان يعني ايه اللي هو مش ده اللي انا كنت عايزاه، ممكن حاجه تكون تقيله عليا شويه فمحتاجه مني مجهود مضاعف ان انا بسافر، بروح القاهره، اروح طنطا، اروح المنوفيه، اسافر من كذا بلد لكذا بلد، اسكن بره. كان في حاجات بحس ان هي تقيله عليا وفيها ارهاق، فاحس ان عايزه ارجع، بس لا يعني انا اخدت 100 خطوه فمش هرجع. عايزة أسألك سؤال، طيب عايزة توجهي طبعا في البداية شكر الناس كتير، وعايزين طبعا نعرف شخص مهم جدا جدا على الشاشة، يلا بينا برضو والدك. ماشي، بعد والدك قولي. واكيد والدتي وجميع الناس اللي في حياتي يعني كانوا كويسين يعني، نقول انت واصحابي مخطوبة اكتر. صح؟ طيب في كل ده خطيبك كان بيقدم لك الدعم برضو، ولا كان اكيد. ممكن في حاجات رافضها في كل الحاجات دي ان لا انت خطيب، بتسافري وبتروحي وبتيجي، واحنا وانت برضو في منطقه ريفيه برضو يا طبعا. لا هو خطيب اصلا كان زميل الدراسة، وهو يعني لا كان داعم ليا، وحتى والده ووالدته يعني بيشجعوني على اي حاجه باخدها، اي خطوه باخدها هم بيكونوا داعم ليا في كل حاجه بصراحه، يعني بيفرحوا ليا تماما تماما تماما. ما شاء الله. طيب انت حابه توجهي نصيحه مهمه جدا طبعا لكل الشباب او الناس اللي اكيد في سنك، عايزه تقول لهم ايه؟ ان هم يعني قدر المستطاع، هي حاجه صعبه بس قدر المستطاع يعني ما يسمعش كلام الناس كتير، لان الناس يعني لو شافت بني ادم بياخد خطوه هي ممكن كلمه منهم تخليه يرجع 1000 خطوه. ما هو ده التردد اللي انا كنت بتكلم تمام. فيه، السلبيات اللي بيسمعها من يعني طول حواليه. الطريق من اول مفيش بني ادم بيبدا النهارده فيوصل بكره، لا هو الطريق لو طويل طول الطريق الطويل ده في ناس هتفضل تقول لك انت ما عملتش حاجه، انت ما وصلتش لحاجه، انت بتعمل ايه، يقللوا من المكان اللي انت فيه.